دشن التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات ومفوضية الكشافة في أمانة العاصمة حملات مجتمعية تدعو المجتمع ككل للحفاظ على إخائهم ومحبتهم والتعايش فيما بينهم. السلم الاجتماعي مشروع يحوي بطياته العديد من المبادرات المجتمعية والخدمية في عدد من البرامج التي تأتي في إطار ما يمكن وصفه بعملية الإنعاش للبلد حتى لا تصاب بانتكاسة جراء ما يخطط لها وتتعرض له منذ عام وثلاثة أشهر. الإنعاش المبكر هو حلقة الوصل بين هاتين المرحلتين ما بعد الطوارئ وأثناء الطوارئ. هذه المرحلة هي مرحلة مهمة، أهم مشروعاتها وميزاتها هي حملة مثلا مشروعات إزالة المخلفات الصلبة، مشروعات النقد مقابل العمل، حزمة من المشروعات المختلفة. أطلقها التحالف المدني اليوم مشروع لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني، مشروع بناء قدرات منظمات المجتمع المدني الإلكترونية وحملة تكاتف ومشروع إعادة السلام. مبادرة رفع المخلفات من أحياء وشوارع أمانة العاصمة أولى المبادرات في مشروع السلم الاجتماعي الذي ينفذه التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات مع أبناء المجتمع في مختلف مديريات وأحياء أمانة العاصمة وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على نظافة أحيائهم، وهو ما أشادت به أمانة العاصمة الذي شارك أمينها حملة تدشين نظافة أحياء العاصمة صنعاء. نعم، هو مشروع كبير اسمه مشروع السلام. أمانة العاصمة ممثلة بالأستاذ عبد القادر هلال كانوا شركاء حقيقيين في انطلاق هذا المشروع، ونحن بالتأكيد كما تفضل الأمين عام العاصمة بأن صنعاء هي مدينة السلام وستظل تحوي كل أبناء اليمن من مختلف المحافظات ومختلف المشارب والأطياف السياسية، ولا بد لهم إلا أن يتعايشوا بعيدا عن ثقافة الكراهية التي تضخ كل يوم والتي كأنها زناد تطلق الصراعات. هي رسالة من صنعاء تتكرر بين حين وآخر ومن وقت لآخر من كل منظمات المجتمع المدني من كل الشرائح من كل الفئات، بأن صنعاء تأبى إلا أن تكون مدينة كل اليمنيين بمختلف مذاهبهم بمختلف انتماءاتهم السياسية بمختلف آمالهم وطموحاتهم. ولذا فإن هذا العمل هو رسالة بقدر ما هو للبيئة، بقدر ما هو أيضا رسالة بأن يجب أن تأتلف القلوب، يجب أن يضمد الجراح، يجب أن نتفق، يجب أن نقبل ببعضنا البعض، ولا مناص لنا لكي نستقر إلا أن نكون اليمنيين متشابكي الأيدي. مجموعة برامج وحملات خدمية ومجتمعية يقيمها التحالف المدني للسلام بهدف الحفاظ على الوطن، بدءا بالسلم بين أبناء المجتمع في إطار مشروع الإنعاش المبكر. هنا التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات يدشن حملته المجتمعية لعدد من أحياء أمانة العاصمة، وفي المقابل هناك شباب يدشنون حملاتهم الخدمية المجتمعية لعدد من المجالات مجسدين بذلك روحية هذا الشهر الكريم ومعانيه العظيمة. مفوضية كشافة العاصمة صنعاء هم أيضا دشنوا حملاتهم المجتمعية المختلفة الأمنية والجمالية والمجتمعية من خلال حملة توزيع كسوة العيد وغيرها من الحملات التي ستشهدها العاصمة صنعاء. برنامج هذا سيتضمن أكثر من حملة، طبعا منها حملة لمساعدة رجال المرور وليستمر أكثر من 10 أيام، وهناك حملة لتوزيع الكسوة للأطفال المحرومين والفقراء والذين يعانون أسرهم من ظروف معيشية صعبة، هناك حملة لزيارة الجرحى من اللجان الشعبية ومن الجيش، هناك حملة أيضا لنظافة المساجد، وهناك حملة لتشجير أمانة العاصمة وغرس 1000 شجرة في العاصمة. أمانة العاصمة أكدت على أهمية دعم ورفض مثل هذه الأعمال مشيدة بدور الشباب الفاعل والحيوي في خدمة مجتمعاتهم وتنميتها ومواجهة العوائق والصعاب التي تواجههم والتي حتما ستؤثر إيجابا على المجتمع والفرد. أنا من هنا أناشد وأطالب كل مدراء مديريات أمانة العاصمة والأمناء العموم وكل المكاتب التنفيذية أن يكونوا عونا وسندا لكل شباب أمانة العاصمة في مثل هذه الفعاليات وهذه الأعمال الخيرية. أنا سعيد جدا أن أكون معكم حاضرا في هذا اليوم وفي هذه الفعالية وفي هذا التدشين، وسنكون معكم في الميدان إن شاء الله لتدشين هذا العمل الرائع، وأنا متأكد بأنه سوف يكون ناجح طالما هؤلاء الشباب هم الذين سيحققوا الكثير لأمانة العاصمة. حملات مجتمعية تجسد مدى حب أبناء اليمن لوطنهم وحياتهم رغم ما يتعرضون له من عدوان غاشم، مشددين على أهمية نظافة القلوب والتعايش بين أبناء المجتمع أولا، لما من شأنه
لما من شأنه تقوية أواصر اللحمة الأخوية والوطنية بين أبناء المجتمع والحفاظ عليها. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.